نعم أحبتي المشاهدين الكرام، يعني ما زالت الزائرين ما زالوا الزائرين الكرام يتوجهون نحو مدينة كربلاء، وأيضا العدد بفضل الله سبحانه وتعالى العدد بدأ يزداد من الزائرين المتوجهين إلى محافظة الكوتوة باتجاه مدينة كربلاء، وربما هذا الوقت يعني تقريبا يوم واحد يعني تصل الزائرين أو يصل الزائرين إلى محافظة الكوت وأيضا باتجاه مدينة كربلاء. أحبتي المشاهدين حتى لا نطيل عليكم ببعض الجوانب، راح ينضم إلينا أحد زائري الإمام الحسين سلام الله عليه. السلام عليكم وعظم الله لكم الأجر. السلام عليكم. حياكم الله. عظم الله لكم الأجر. ولكم الأجر إن شاء الله. الله نتعرف على اسمك. صادق رحيم أبو عمار من العمارة. من المحافظة. بالعماره. بالعماره، حجينا اول يوم طلعت اليوم من البيت. بس طالع العصر المغرب. طالع العصر. ايوه. حج وين بتيت؟ وين اقامتك كانت؟ بتيت مو بتيت استراحتيت بالحسينيات وطلعت. وجيت مش اليوم. حجي بوحدك لو وياك عائلتك؟ عائلتي هاي وراي وهذي شبيتي. طيب احسن. يعني حجي هاي المدة جد ان شاء الله يلا توصلون الى الكوت للكربلاء كم يوم تقريبا؟ احنا منا راح نطلع على الناصريه، من الناصريه راح نطلع على الديوانيه، من الديوانيه نطلع على النجم، من النجم نروح الكربلاء. يعني بثمان ايام سبع ايام احنا يلا نوصل. لان تعرف ان عائله وجهال ويانا. زين حج اليوم جبت عائلتك يعني رافقتهم وجيت، الهدف من جلب العائله لكربلاء، الهدف اليوم من هاي الرساله، يعني اليوم انت كرجل متوجه الى كربلاء تحيي هذه الشعيره. الهدف من توجه النساء الى كربلاء، ما الهدف اليوم اللي انت توصله تحب توصل للناس؟ احيي واوصل السيده زينب قلعه الصبر. واسن السيده زينب هذا المصار. نعم. يعني حجي السيده زينب سلام الله عليها يعني تحملت ما تحملت من مصائب من يعني آلام بعد استشهاد الامام الحسين عليه السلام. اليوم كيف نجسد او كيف العائله او النساء اليوم تجسد هذه المصيبه، ويعني كل اليوم كل امراه حينما تفقد اخيها ابيها كل عائلتها تكون في ساعات او في دقائق يعني شبه يعني المراه الميته، فاليوم كيف تجسدون هذا الجانب والمظهر الخاص بالنساء؟ هي اللي هنعت الامام الحسين، وهي اللي وقفت يزيد، وهي اللي يعني حط ودت رساله، بان هي ظلت الرساله ثابته من ذاك اليوم لهاليوم. صوره اللي السيده زينب من ثارت على حجي اليوم بطلبك انت لو بطلب العائله الاخوات ان شاء الله. هي هاي صارنا هاي 13 3 سنه احنا نجي نمشي من العماره نروح الكربلاء. يعني اكو بعض العوائل يقول لك يعني ما اقدر اخلي النسوان تروح يعني مسافه بعيده علينا. احنا ماشيين احنا بسبيل ابو عبد الله. يعني هذا طريق عشاقها. احنا نمشي ونبكي. سلام الله. والله نمشي ونبكي يعني نمشي ما حتى لو تمشي ما كانك ماشي. يعني ثوره الامام الحسين هي مو شوي. حجي يعني وانت متجه يعني لمدينه كربلاء مدينه الحسين تجيك لحظات وانت يعني تجسد مقتل الامام الحسين، يعني اريد شنو شعورك بهاي اللحظات اللي تجيك وكانما الامام الحسين يستشهد قدامك؟ يعني هذا الشعور شلون توصفه انت اليوم؟ هو هذا يعني رباني، هذا تجيك الشعور هذا رباني. نعم. يعني هو هاي تجيك ربانيه انت تصير بك شيء، العبرات يقول يا قتيل العبرات، يعني اذا اجي طار الامام الحسين انت ما تقدر تصبر، لازم وانت تبكي. يعني لو في هذا الزمان والكل يعرف ان الامام الحسين اليوم يقتل. هيهات من ماذا يحدث الناس؟ من الذل. هيهات من الذل. يعني شنو يكون شعور الناس لو كان استشهاده في يعني مثلا اليوم يقولون اليوم استشهاد الامام الحسين ثوره هي وتكون ثوره تكون استشهاد الحقيقي، يعني شو راح تكون شعور الناس؟ شو راح تصدق؟ يعني احنا عندنا اليوم الحشد الشعبي. نعم. من اعلنت المرجعيه يعني دام ظلها في النجف الاشرف، بس سماحة السيد قال الجهاد الكفائي توجه
الكثير من الناس إلى المحافظات وأعطوا الغالي والنفيس وأعطوا الدماء الزكية. حتى هذه فتوى بينما يعني انتهت الناس والطول فتوى ومن الناس كلها مشت، يعني كأنما قتال إمام الحسين. يعني هذا 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 ارهاب في المناطق على العوائل الكريمه في المحافظات، بينما نقول اليوم استشهاد الامام الحسين، كيف شنو راح يحدث للناس؟ شلون راح يحدث؟ يعني ما شلون ثوره، هي ثوره لازم يقول احيي امرنا يرحمكم الله. الله يوفقكم حجينا، ماجورين ان شاء الله، والله يتقبل، ونسالكم الدعاء وان شاء الله توصلون بالسلامه. الله يبارك فيك ويحفظك حجي. نعم أحبتي المشاهدين، ما زلنا نتواصل في هذه التغطية المباركة المباشرة إن شاء الله في نقل هذه الشعيرة الحسينية. وأيضا الآن يعني تنضم إلينا أحد النساء أو الأمهات القادمات من مركز مدينة العمارة إن شاء الله. تفضلي أمه، تفضلي على وياك إن شاء الله. قواك الله، السلام عليكم، عظم الله اجرك. الاجر للجميع ان شاء الله، انا ويلكم ان شاء الله، احمد الله والديك. من مدينه العماره ان شاء الله؟ اي والله من العماره، جينا طالعين من البحر. اي الساعه طلعت اليوم عفوا ولا البارحه؟ البارحه طلعنا العصر الساعه بالخمس. البارحه طلعت؟ اي والله. وين كانت الاقامه؟ باحد المواكب يعني بتوا؟ هوايه مواكب. اي الحمد لله والشكر، خير خير من الله الخدمه. يعني انا بدي اسالك بس على قضيه حقيقه. انت اكيد تسمعين قصص السيده زينب عليه السلام، يعني 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 مشهد من المشاهد اللي يمكن قريتيه وطلعت عليه. السيده زينب سلام الله عليها بحسب الروايات يعني واقفه على التل، والى يعني الامام الحسين والامام العباس اثنينهم وقعوا. فانت اليوم انت مو السيده زينب، انت اليوم عبده الله سلام الله يعني عز وجل. لو اخو لو ابو من يستشهد او يتوفى او يجيبون واحد من اقربائكم، يعني كلنا احنا عندنا شهداء اليوم، يعني واحد يكون مكان سيده زينب، شو يصير مكانه؟ اجت لا عيال لا هاي، اجت مسبيه بالضيف حالي. احنا هسه زين قدم وحشم قدامنا والحمد لله والشكر، الطريق كله حلو وزين، بس هي شافت السوداء علي، شافت هي شبع الضيم ومذله والجهاله وياها والعائله كلها مسبيه يعني. بس من تسمعين بقصه السيده زينب ويذكرون لك بعض الروايات، شو يصير؟ يعني شنو شعورك؟ ننهلك عليها والله العظيم، يعني نضوج من القهر، نقول خطيه يعني ليش هيك؟ السيده رقيه سلام الله عليها. السيده رقيه خطيها ماتت على راس ابوها. انا ما راح اسالك على الخدمات، لان خدمات حقيقه واضحه للناس والكل يعرف. احنا اليوم نريد مشاعر الناس، يعني مصيبة الإمام الحسين، مصيبة السيدة زينب، يعني تقشعر لها الأبدان، يعني يعني القلب ما يتحمل كل شيء يصير. ف يعني شنو اليوم نقدر توجهين رسالة للنساء، يعني أقربائكم كل النساء، حول قضية السيدة زينب والالتزام بمبادئ السيدة زينب وأخلاصها وصفاتها لأهل البيت وعفتها والتزامها بكل المبادئ الإسلامية. شنو رسالتك؟ والله رسالتي للبنات الشابات والامهاتنا واخواتنا، يعني وهذا طريق الجنه ولا ما يواسنها، يعني كل احنا جايين مواسين لها. اريدك اليوم توجهين رساله حول الالتزام بالمبادئ السيده زينب بالحجاب. الحجاب هو هذا اهم شيء، هو هذا الخط الاول بالمسير، هذا اهم شيء الحجاب، اهم شيء الالتزام، والحمد لله والشكر ان شاء الله معكم. خليك يما ماجوره، والله يوفقك، والله يتقبل الزيارة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء، الله يبارك فيك، شكرا لك، شكرا جزيلا. نعم أحبتي المشاهدين الكرام، ما زلنا ننقل لكم هذه الصور والمشاهد لاستمرار الزائرين بالزحف إلى مدينة كربلاء المقدسة، وأيضا لا زالت كوادر قناة كربلاء الفضائية تنقل لكم هذه المشاهد الحسينية المباركة في جميع الأوقات ليلا ونهارا ودون كلل أو ملل. وحب الحسين يجمع جميع الأخوة في المواكب وأيضا الكوادر. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية، نلتقيكم في تغطيات قادمة ومباشرة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القمات يقولون للجنون حب ليلة لو البيت